بقضائه. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وهنا الإنسان قد يقول قائل إنه الكافر، وقد يقول آخر إنه أعم من الكافر، وهذا مبني على تفسير الفجور الذي يفجره. فإذا قلنا إن الفجور هنا الكفر، فالكافر يفجر أمامه بمعنى يكذب بما هو آت، يكذب بالبعث الذي يتقدمه الذي هو مستقبله، يكذب بالنار وبالجنة. وإذا قلنا إن الفجور دون ذلك دخل فيه المسلم، ومعنى ذلك في شأن المسلم أن الإنسان قد يكون مسلما وأحيانا يكون صالحا، وأحيانا يكون جالسا في المسجد مثل بعض إخواننا عافانا الله وإياكم من السوء المكروه، وهو جالس يفكر أن سيعصي الله بعد الخروج من المسجد، يفكر في معصية يريد الذهاب إليها بعد أن ينتهي من المجلس، أو هو جالس مع أهله الآن يفكر في معصية سيفعلها غدا أو سيفعلها بعد غد، فهذا تفكير في معصية مستقبلية داخل في الفجور أمامه، يعني داخل في الفجور فيما هو آت. فإذا حملنا الآية على الكافر فالكافر يفجر بكل صور الفجور، الآن جالس ويفكر في القتل، يفكر في الشرك، يكذب بالبعث. إذا كانت على المسلم فمن المسلمين مسلمون يفكرون في معصية ربهم غدا، يفكر كيف يسطو على مال، أو كيف يفعل محرما مع امرأة أو غير ذلك. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. والأظهر، ولأن الوجوه قد تكون محتملة لكن تأتي قرائن في الآية ترجح وجها على وجه، فقوله سبحانه يسأل أيان يوم القيامة دال على أنه الكافر، يسأل أيان يوم القيامة، قل متى هذا اليوم، كما في قوله متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كل هذا يقوله الكفار. يسأل سؤال المنكر أيان يوم القيامة. قال تعالى ولم يجبه على هذا السؤال إجابة مباشرة، بل لفت نظره إلى الأهوال، كما تقول متى ستضربني، قل لك متى سأضربك، لا أجيبك على هذا، غدا سترى ستكوى وتشوى، لكن متى أهملت هذا لعظم الجزاء.